اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج اوقات. النهارده هنبدا الفقره الاولى بخبر على صفحه اليوم السابع. بيقول الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم يكشف تفاصيل القرارات الخاصه بالدبلومه الامريكيه. الخبر هيبقى على الشاشه معانا حالا. جاء في هذه القرارات نمره واحد الامتحان المصري اللي هو EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، مع إعطاء فترة سماح لمدة 6 شهور من 15 فبراير 2021 حتى 15 أغسطس 2021. ده لطلاب جريد 11 وجريد 12 وليس بأثر رجعي. نمرة 2، لن يعتد بامتحانات الـ SAT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية سواء إذا كانت حكومية أو خاصة أو أهلية. آخر حاجة، يسمح لطلاب جريد 11 و 12 بالماتشنج أو السوبر ماتشنج عبر نظم التقييم المختلفة. الحقيقة أثارت هذه القرارات جدل كبير بين طلاب الدبلومة الأمريكية وأولياء أمورهم، دشنوا هاشتاجات للمطالبة بالنظر في مشاكلهم، واستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإنقاذ مستقبل أولادهم على حد قولهم. طب إيه التفاصيل؟ إيه أسباب المشكلة؟ إيه تداعياتها؟ أولياء الأمور عايزين إيه؟ كل ده هنناقشه مع ضيوفنا اللي منورنا هنا في الاستوديو، الأستاذة فاطمة الرشيدي المتحدث باسم الأغلبية الكاسحة من طلاب الدبلومة الأمريكية، والأستاذ محمد الجندي المستشار المالي وولي أمر طالبة في الدبلومة الأمريكية. أهلا بيكم. أهلا وسهلا. خلينا الأول بس نأكد على حاجة، انه التطور الغير مسبوق في المنظومه التعليميه المصريه اكيد بينتج عنه عند التطبيق بعض الملاحظات، واللي في الحقيقه وزاره التربيه والتعليم كانت ولا زالت بتقبل المناقشه وبتقبل الكلام والراي والراي الاخر علشان يعلو في النهايه المصلحه العامه، وده شيء محمود جدا مش هنقدر ننسى لهم موقفهم مع اولادهم طلاب الدبلومه الامريكيه لما استجابوا للمطالب في سنه في القرار 238 من سنتين، وده كان قرار كارثي. وخلال اليومين اللي فاتوا كمان من 14 فبراير الى الان في مساعي واضحه في التجاوب في فقرات كتير من القرار من قبل الوزاره، بس احنا لسه فاضل بعض الشكاوى، يعني ان شاء الله نوصل في النهايه لحل يرضي جميع الاطراف. واحنا لا شك انه وزاره التربيه والتعليم بكل قيادتها وعلى راسها الدكتور طارق شوقي بيعلوا المصلحه العليا للطلاب وبيحلوا لهم مشاكلهم، ده مش جديد عليهم. اهلا بيكي يا استاذه، خليني نبدا بيكي بقى ونتعرف اكتر على الدبلومه الامريكيه كاحد النظم التعليميه بمحطه التعليم الاساسي. هي طبعا معروف شهاده معادله للثانويه العامه المصريه، وكانت لغاية من سنة بس الامتحان الرسمي المعتمد ليها السات اللي هو من الجهة المانحة كوليدج بورد. ده بقاله فترة طويلة؟ بقاله من قرب 30 سنة، والكوليدج بورد هي اللي بتحط لمصر الامتحان، وما كانش فيه جهة بتمنح الامتحان تاني غير الكوليدج بورد. هو بدأت بقى بخصوص القرار اللي احنا يعني احنا جايين فعلا عشان يعني شكوانا منه، ان من سنه يعني في يعني جائحه كورونا من شهر مارس اللي فات جت مجموعه الغاءات للامتحانات. قبل ما نتطرق للمشكله نعرف المشاهدين اللي ممكن يكونوا مش عارفين ايه هي الدبلومه الامريكيه. هي شهاده معادله للثانويه العامه، بنتنسق بس بنسبة 5% من نسبة طلاب الثانوية العامة، لكن يعني هي احنا تنسيقنا منفصل عنهم، وده تعليم موازي، وال يعني له يعني شعوبات، وان هو لنا نسبه في يعني تقسيمه السكورز بتاعتنا مع جي بي اي، مع جزء جي بي اي بيعتمد بناخده من المدرسه، والجزء الثاني اللي هو امتحانات القبول اللي هي عباره عن السات اللي ده كان من الكوليدج، كانت بتيجي من بره وكانت معتمده دوليا. يعني لا هي
هي معتمدة يعني شهادة الكوليج السات الكوليج بورد أو الأكت اللي الوزير دخله لنا ك يعني وسيلة إنقاذ في فترة جائحة كورونا، دي امتحانات دولية ومعترف بيها من معظم الجامعات في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم، فدي ما فيش خلاف عليها. وكان عندنا في مصر لحد امتى معترف بيها؟ ما هي كان معترف بها لحد يوم 14 فبراير. تمام. يعني لغاية القرار معالي الوزيرة ما قال مش هيعترف بيها بالنسبة لمصر من التاريخ 14 فبراير، ومش هيعترف بيها بعد كده بعد 6 شهور اللي هو من شهر سبتمبر القادم، يعني من حوالي 13 سبتمبر مش خلاص يعني ادى فترة سماح بعد القرار ان هو 6 شهور. طيب خلينا دلوقتي عشان السادة المشاهدين يبقوا متابعين معانا، اذا احنا عندنا دبلومة معادلة للشهادة الثانوية وهي لها كذا جهة اعتماد. الجهة الاعتماد الاولى كانت الكوليدج بورد اللي هي بتعطي شهادة اسمها SAT او لسات اختصار. ده شغال معانا مما يقرب 30 سنة. في شهر 7 اللي فات اجازه اللي هو الاكت في يونيو في شهر 6. خلاص اعتمدوا الاكت. هو يعني وفي حاجة هنا كمان عشان بس دلوقتي معالي الوزير قال ان الاكت والSAT والSAT الاثنين مش هيعتمدوا كامتحان. طب ليه الاكت تم اعتماده من سنه يعني بس؟ يعني كان في مشاكل في السات؟ لا، هو الاكت كان مقدم اعتماد بقاله فتره، واحنا كطلبه كان في وقت ما الوزاره عرضته كامتحان كان في مشاكل او في هيغير قواعد القبول اللي احنا ارتضينا الدخول على الشهاده عليها، فاحنا وانا من الناس اللي اعترضت عليها على اساس ان كان هيدخل لنا حاجه يعني هيغير من قواعد القبول والنسبه بتاعتنا وحساب السكورز ودخل لنا العربي وحاجات، فاعترضنا عليها فبصراحه اتجمد قرب السنتين. هم بيستجيبوا جدا. لا، الوزاره استجابت وانا قدمت شكوى رسميه واستجابت لكن بعد كده اما جاء معالي الوزير واعتمدوا في شهر يونيو الاكت عشان نفهم السادة اما اعتمدوا في شهر يونيو عملوا زي السات تمام. ثواني، هو نظام موازي للسات؟ ايوه. لا، هو زي السات تمام، هو ده امتحان من امريكا زي امتحان السات تمام بس بشركه مختلفه، وسمح ان انا ممكن اخد ده او ده. يعني هم اما الوزاره نزلته قضت على كل المشاكل اللي كنا معترضين عليها وعملته بنفس حسبه السات وعملت له جدول تحويل للسات وخلاص اللي احنا كطلاب واولياء امور ارتضينا بيه لانه كان وسيله انقاذ في وقت معين برضو وغير كده ده امتحان دولي. طيب فما كانش علينا خلاف عليه. النظام الثالث بقى حضرتك كلمتيني عليه اللي هو الاي اس تي ده تم اعتماده امتى؟ الاي اس تي اول امتحان الطلاب دخلوه في شهر 10 اللي فات. هو كان مقرر يمتحنوه في شهر 9 بس جت يعني مشاكل في السيستم فتم تاجيله في بدايه 10، وفي طلاب يعني دخلوا التنسيق بالامتحان ده وهو كان برضو وسيله انقاذ وما ننكرش ان في طلاب استفادت منه. كان الطلاب اللي السنه اللي فاتت كلهم ما تمكنوش من دخول امتحانات الساد بسبب جائحه كورونا وبسبب الالغاءات اللي برضو اللي كان بتلغاها الكوليدج بورد ودخلوا الاي سي تي كوسيله انقاذ ودخلوا الاي اس تي واتنسقوا في الجامعات ودخلوا جامعات حكوميه. يعني في محاوله واحده تمت اي اس تي من ساعه ما الوزاره اعتمدت؟ لا، في محاوله شهر 10 ومحاوله شهر 12 وفي محاوله في شهر 3 اللي قادم. يعني لا، محاولات هي بتطلقوا محاولات على الامتحان، يعني انتم متاح لكم تدخلوا الامتحان اكتر من مره؟ كل مره ده بنسميه محاوله. دخول امتحانات الاي اس تي نفس عدد المحاولات بتاعه السات الامريكي. طيب كويس قوي. هو كان وسيله للانقاذ. هو كان وسيله للانقاذ والكل ارتضى بيها. كويس قوي. وما كانش يعني كلنا ما كناش معتقدين ان هو خلاص هيتم تعميمه ان هو يبقى الامتحان المعتمد للقبول بالجامعات. طب اسمحي لي سؤال، هو الاي اس تي ده معتمد دوليا؟ يعني انا لو حد هو لو معتمد دوليا ممكن يبقى بديل وهنرتضي بيه ومش هنعترض؟ مش معتمد دوليا لغايه دلوقتي الشركه اللي هو بتمدح الامتحان الان هو محل. مصر الوحيده اللي هي معترفه بيه. يعني انا ما اقدرش اقدم فيه في منح في الخارج او لا خالص. وده بقى يعني ده وجه اعتراض الناس وخاصه المقيمين في الخارج وبرضه المقيمين بالداخل. يعني احنا كلنا دي اسمها
اسمها الدبلومة الأمريكية من المسمى ماشي. يعني لو قلنا المنهج منهج أمريكي بنمضي في الجي بي اي اوكي ما فيش مشكلة. طيب دلوقتي احنا عايزين انا يعني كلنا طموح احنا داخلين دبلومة أمريكية عشان خاطر يبقى قدامي اوبشنز اكتر وفيها عالمية اكتر. دلوقتي انا لو عايزة اخد سكولرشيب اطلع بنتي بره يبقى انا امتحان الامتحانات القبول دي تؤهلني في اي جامعة في الخارج. انا لو عايزة ادرس بره لاي ظروف كانت تؤهلني في الخارج. معالي الوزير قال ان اللي عايز يدرس دبلومة أمريكية اللي عايز يدرس السات او الاي سي تي يروح يقدم في الجامعات الأجنبية. يعني البند الأولاني اللي هو أنه أصبح غير مسموح لدخول الجامعات المصرية خاصة أو بعد أهلية بعد التاريخ المهلة اللي ده لازم الاستي بالنسبة لمصر. وانتوا اعترضتكم عليه أنه هو مش معتمد دوليا. هو 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 حضرتك دلوقتي التوقيت مش يعني احنا مش معترضين على الاي اس تي. بالعكس الاي اس تي لو كان وسيلة إنقاذ في وقت معين وفعلا أنقذ طلاب كتير جدا. ده حاجة لا يمكن ان احنا نتجاهلها. لكن هو دلوقتي كان محتاج معالي الوزير يدي الوقت المناسب لتطبيقه بشكل قطعي قبل ما ينهي مثلا اعتماد السات والاي سي تي ودول امتحانات دولية. اما ياخد هو الاعتماد الدولي اما يبقى امتحاني في الاي اس تي معترف به دوليا انا ما عنديش مانع ادخل ابني او بنتي واولياء الامور كلهم الاي اس تي. لان كمان حاجه لو دلوقتي الاي اس تي مالوش ماتيريالز خالص يعني حتى النماذج اللي هو معالي الوزير نزل لنا نموذج في كل امتحان الطلاب دخلت الامتحانات لقت الامتحان مخالف تماما للنموذج اللي هو دخل الامتحان بناء عليه. استاذ محمد حضرتك كولي امر لطالب حضرتك قلت لي في جريد 9 انتوا ايه مشكلتكم؟ شوف حضرتك انا معلش هعرج على النقطه اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها مع استاذه فاطمه. انا كان عندي واحد كمان السنه اللي فاتت كان جريد 12 يعني اولاد حضرتك كلهم انا تعرضنا لمحنه كبيره جدا. انا اولاد انا كلهم من الكي جي داخلين على الامريكان لظروف ان احنا كنا كمان خارج البلد. انا دي برضو من النقطه المثيره انا عايزه افهمها بقى انتوا ليه ما بتبقوا خارج البلد بتختاروا يعني اللي فهمته ان التعليم الامريكان اسهل حاجه ليكم. لا لا مش كده. لا انا هقول لحضرتك اولا بصي او بس عشان الناس برضو نوضح لا اسهل خيار انا ما اقصدش اسهل في الصعوبه والسهوله الاسئله. لا هقول لحضرتك لان انا جزء منهم كانوا عندي اي جي في بدايه دخولهم لظروف المدينه اللي كنا فيها. الشهادات الدوليه معروفه في العالم منها السات الامريكان ودي الاشهر والاكبر والاضخم يجي وراها الاي جي. يجي بعد كده في دبلومات تانية اجنبيه الكنديه والفرنسيه والالمانيه واليونانيه وتفر وكل دول موجودين في مصر وكل دول بيدخلوا في تنسيق اسمه الشهادات الاجنبيه وكلهم في الكوتا بتاعت ال 5% 5% من اجمالي الطلبه اللي بيدخلوا اي كليه. ايوه بالظبط تمام. بيدخلوا 5% من اجمالي طلبه الثانويه العامه العلمي والادبي تمام. كل الشهادات دي مش الامريكي بس فطبعا بتيجي في الاخر يعني لو تيجي بقى تحسبيها كل امريكي خد ايه هتلاقي خد نسبه طبعا اقل حاجه خالص. احنا نسبتنا تقارب تقريبا 2% يمكن اقل كمان. فبس عشان برضه تبقى واضحه المحنه اللي احنا فيها كانت قد ايه. انا تعرضت لمشكله كبيره السنه اللي فاتت بسبب قرارات وموضوع كورونا. انا ابني مثلا كتجربه شخصيه مريت بيها انا ابني رفض يدخل الاكت تماما ورفض يدخل الاي اس تي تماما وقال لي يا بابا انا تعبت انا بقى لي سنتين لان الامتحانات بتاعت السات على مدار السنه مش مفيش فترات اجازه يعني السات شهاده مستمره انت من ساعه ما بتدخلي جريد 10 انت في امتحانات والسكور اكيموليتد بياخد مجمع وفي معادله زي ما قالت استاذه فاطمه. هو العاملين في الخارج بديل ليهم من التعليم الدولي اللي هو بقى التعليم في السفاره اللي هو امتحن في السفاره ده كان أيوة. زمان ما هو بقى احنا لما نبقى بره قدامنا خيارين يا اما ندرس المنهج المصري في بعض الدول المتاح فيها زي السعوديه مثلا متاح فيها معرفش بقيه الدول ايه لان انا كنت في السعوديه. لا بس برضه كشهاده ما انا هقول لحضرتك في بقى ابهات مثلا زي حالتي انا ليا رؤيه معينه لا انا اديله شهاده دوليه حتى لو مكلفه يعني اكتر انتوا شويه مضطرين ان انتوا تتعاملوا لان التكلفه برضو الشهادات العربيه ما هي مكلفه برضو وفي نفس الوقت متاح ليا العالم كله بقى. طب ايه مش بقى المشكله بس. احنا مشينا كده بقى لنا فتره ايه اللي حصل ان السنه اللي فاتت حصل بعض حالات الغش داخل مصر فحصلت عقوبه ما من السات من الكوليدج بورد على الناس بتوع مصر مع العلم ان نفس الكيس ده موجود في الدول الثانيه لان في الاخر كان في مشكله في السات ان امتحاناتها ورقيه
ايوه اوكي. والغش زي ما كان موجود في مصر موجود في الدول الثانيه، بس للاسف في مصر اثيرت بشكل اعلامي اكتر. يعني التاجيل ما كانش ليه علاقه بجائحه الكورونا، لا ما هو بعد كده دخلت فيها موضوع جائحه الكورونا بعد كده. يعني احنا كنا بنعاني كاولياء امور من حته الغش والتسريب ده، بس ما كانتش واضحه، ولما جت جائحه الكورونا زودت المشكله علينا. زودت المشكله خليتها دبل. فجت الكوليدج بورد قال يا جماعه احنا مش هننزل امتحانات ورقيه تاني الا على شهر 6 2021. طب يعني احنا جالنا عقوبه واعتقد انه بناء عليه سياده الرئيس اصدر قرار 205 لسنه 2020 لمكافحه الغش، ووصل فيه بالزبط. يعني العقوبه لسبع سنوات ممكن للي بيسرب وغرامه 200,000 جنيه بالظبط. هل ده يعني اكيد ده عمل كنترول على التسريبات بتاعت بس السيد. احنا ما لحقناش نستفيد بيه عشان جه موضوع كورونا. ف ما لحقناش يعني نستفيد بيه. بمناسبه برضه قانون مكافحه الغش، احنا دلوقتي ايه ذنب الطالب دلوقتي؟ القرارات دي بتعاقب الطالب مش بتعاقب المسرب. يعني دلوقتي معالي الوزير في اللقاء طبعا طلع قال لنا على مسؤولية حضرتك، على مسؤوليتي ايوه على مسؤوليتي. طلع معالي الوزير بيقرا بعض الاعلانات ومسجله في الفيديوهات، وقال ان كيت وكيت بيقولوا تسريب وهيجيبوا سكورات، ده اعلنها. بس هو الاول نزل برضه سياده الرئيس نزل القرار بتاع دلوقتي ما الدوله تتدخل. يعني دلوقتي انا ما اسيب الامتحانات اما يبقى عندي دي شهاده دوليه، ومصر تبقى رائدة عندها التعليم الدولي، لأن التعليم الدولي مش مختص بيه ليا أنا كمصري لوحدي. أنا في جاليات أجنبية في بلدي، ما ممكن عايزين يتعلموا التعليم الأجنبي في بلدي يعني والامتحانات دي. ودول من الناس اللي احنا يعني احنا طبعا عاملين حاجة جروب على الفيسبوك كبير بيضم كل طلاب الدبلومة الأمريكية، ومنهم من ضمن الناس الأجانب كاتبين لنا إن عشان أما نطلع نتكلم النهاردة احنا عايزين الامتحانات الدولية تبقى متاحة عشان احنا دي امتحانات بلادنا. فاحنا مصر لازم الامتحان الدولي للجاليات الاجنبية اللي موجودة في مصر يكون متاح. يعني دلوقتي لو شخصنا المشكلة استاذة فاطمة، ان احنا كان عندنا نظام وحصل فيه تجاوزات بسبب بقى الكوليدج بورد، بسبب عاقب بقى الجهة، يعني عاقب اللي تجاوز الوزارة عملت لنا بديل اللي هو الاكت. أيوة والاكت ده ما استمرش غير مثلا اربع ودي شهور. برضو علامه استفهام برضو استاذ شيماء دلوقتي. الوزير طلع من شهور وقال لنا الاكت ده امتحان كومبراترايز وامتحان فيه شفافيه وما فيهوش تسريب وما فيهوش غش، وده هيكون افضل من السات، واعتمدوا وهو فعلا امتحان دولي و140 دوله بتعتمد امتحانه. طب حضرتك دلوقتي انت بتلغيه ليه؟ يعني هو كانت اول حاجه كانت اول يعني خيار الاكت ده بالنسبه لكم خيار كويس، خيار ما فيش حد معترض عليه دلوقتي لان دي شركه عالميه زي الكوليدج بورد تمام. انت بتقول برضو ليه؟ والسات برضو قالوا ان هم هينزلوا وهينزل كمبيوتر هو كمان. طب احنا لو طبقنا عليه القانون الجديد اللي هو 205/2020 للكنترول على السات، هل ده يعني طبعا هيبقى انا عندي اوبشنز كتير قدام السات، قدام الاكت، قدام الاي اس تي المصري. طيب ما ادخل اللي انت ما تجبرنيش بقى ان انا ادخل الاي اس تي بس. اذا الفقره الاولى اللي انتم معترضين عليها ان انتم تتمنوا ان يبقى في ثلاث خيارات متاحه. ايوه متاحه موجوده في كل الدول اصلها، وكمان كمان في حاجه مهمه جدا حاجة او يعتمدوا الطلاب المقيمين في دولي، الطلاب المقيمين في الخارج يعتمدوا دولي بحيث ان يعني يبقى يعتمدوا دولي، فانا ابقى كده درست دولي زي ما درست طول عمري واعرف اطلع بيه في كل مكان اخد منه، او انه تفضل الخيارات موجوده وبان احد الخيارات فيه تسريبات او فيه بتاع، فاحنا هنفعل القانون وتطبقه على المسرب بس لكن ما تعاقبوش. هو احنا معانا مداخله من برضو ولايه امر من طلاب الدبلومه الامريكيه. استاذه شيماء اتفضلي. ايوه مساء الخير استاذه شيماء. مساء النور، ازيك يا حبيبتي؟ مساء الخير استاذه فاطمه، الحمد لله، ازي حضرتك؟ معلش بس انا كان ليا تعقيب. سياده الوزير، انا طبعا وليت امر، عندي طلبه بجريد 12 وجريد 9 ايوه بالدبلومه. سياده الوزير طلع امبارح وقال ان امتحان الاي اس تي ماشيت اغراءات ان ياخد ليه اعتماد دولي. طب كويس قوي. طبعا ده شيء هو شيء افتخر بيه طبعا، وبشكر حضرته على مجهوده. بس حضرتك عارفه ان اي امتحان عشان يعتمد دوليا بياخد وقت، ممكن سنين كمان. فانا كان ليا رجاء من سيادته ان ياجل القرار بتاعه بتاع 14 فبراير لحين اعتماد الامتحان بتاع الاي اس تي دوليا فعلا،
ويوفر له كل الماتيريال اللازمه للامتحان. بص حضرتك، انا ليا ابني بجريد 12 دخل المحاولتين بتوع الامتحان الوزير بتاع الاي اس تي بدون ماتيريال، وسيادته قال ذاكروا الفات. وللاسف لما ابني دخل المحاولتين، لا تاني كده، معالي الوزير قال ايه؟ قال ايه؟ ذاكروا من السات. هو هيجي نذاكر من السات. يعني الاي اس تي تبقى نفس الماتيريال بتاعت السات هتنفع فيه. تمام اما اني دخل المحاولات بتاعت الامتحان فعلا الانجليش كان الى حد ما موازي للسات، لكن الماس ما كانش ليه اي علاقه بالسات. يعني عندنا نقص دلوقتي برضو، كمان حتى لو جينا نذاكر لازم يبقى متوفر عندنا ماتيريال. لا ده مهم ده بالظبط. احنا داخلين شيء مبهم. حتى الولاد اتفاجئوا باسئله ما مرتش عليهم ابدا بدراستهم بالدبلومه. طب اقتراح حضرتك ايه يا استاذه؟ والله انا بطلب من سياده الوزير إيه انه ياجل القرار بتاعه لحين اعتماد الامتحان دوليا علشان يكون ليه مقاييس ومعايير او يكون موفر له ماتيريال تقدر الولاد تخش الاكزام عارفه هي داخله ايه. يعني محاولات معروف معاييرها الدوليه. لكن كده احنا مضرورين والله اعلم. حضرتك بيقول هاخد الاعتماد، حضرتك عارفه الحاجات دي ممكن تاخديها ممكن ما تاخديهاش. احنا ممكن نطالب بالاسراع، يعني لو في فرصة للإسراء بأخذ الاعتماد ده برضو هيضيف لنا كتير. يعني أكيد أهل الاختصاص هيبقوا أكثر دراية طبعا بالتفاصيل، بس احنا يعني إن شاء الله صوت حضرتك يوصل لمعالي الوزير، لأنه هو بيتابع جدا على فكرة، وفعلا كتير بيستجيب. لحد امبارح استجاب لجريد 11 وجريد 12. نشكرك يا أستاذة، مرسي جدا. طيب حضرتك قلت لي إن عندك جريد 9. جريد 9 ده بقى المفروض انه بدايه تطبيق القرار عليهم. يعني انا عرفت انه في استثناء 11 و12 امبارح سياده الوزير استثناهم، وانه كمان لا حضرتك ما استثناهمش دلوقتي. يعني القرار يعني قسم الطلاب لفئات. يعني فئه جريد 12 عمل لهم استثناء 6 شهور للمقيمين بالخارج ياخدوا السات كده، يبقى خلصوا محاولاتهم والمقيمين كلها. والمقيمين بالداخل ما ياخدوش غير الاي اس تي والابت. يعني المقيمين بالخارج يعني اللي في الخارج ما عندهمش مشكله كده في الكز اللي في الداخل بيقول لك طيب انا دلوقتي جريد 12 وانا من حقي اخد الامتحان ده في اي مكان، انت ليه منحته ان هو يتاخد في الخارج وحرمتيني انا ان انا اخده في الداخل؟ على اساس ان في هنا في الداخل ايست وفي ده جريد 12 بيقوم في له مبرراتهم ان انا اتدربت على الامتحان ده سنين ومانش وانا عايز يعني امتحن في الامتحان اللي انا اتدربت عليه، انا ما كانش عندي وقت كافي ان انا اتدرب في 11 و12. دي من ضمن الايه اعتراضات يعني جريد 12 اتحل عشان بس نفهم الناس. تعتبر مشكله 12 في الخارج اتحلت، اصبح عندنا دلوقتي 12 في الداخل ان هم بيتنسقوا مع بتوع الخارج. فيعني هم كمان بيطلبوا من سياده الوزير ان السات يفضل مستمر معاهم اللي ده اللي درسوه 6 شهور زي في الخارج. وفي جريد 11 بقى جريد المفروض مراكز 10 11 12 دي مرحله الثانويه. يعني معالي الوزير لما جاي يعمل النظام الجديد في الثانويه العامه طبقه من بدايه مرحله. ما جاش مثلا من جريد من ثانيه ثانوي وقال انا هطبق عليكم نظام جديد. بس هو من مفهوم القرارات ان هو فعلا من جريد 9. يعني حضرتك جريد 9 مش من جريد 9 هو لا هو مش داخل 9 بس هو النقطه اللي انا برضو يعني معلش انا عندي استفسار لمعالي الوزير دي. انا عايزه اعرف يعني هو ليه ركز على الدبلومه الامريكيه بس؟ طب ما الشهادات ده اللي شهادات دوليه عشان جاي منها مشاكل كتير ولا حاجه. ما هو خلاص لا ما المشكله ما هيتحلت. كمبيوترايز خلاص بقت الاكت فيه كمبيوترايز والسات قال لهم من شهر 6 ليه ايه لازم التدخل؟ يعني هو التدخل المره اللي فاتت كان استثناء مش عايزينه يبقى قاعده. يعني هي بس برضو عشان نقول الراي الثاني ان احنا في النهايه برضو بيجري يعني اولياء الامور في اخر السنه على الوزاره ويقولوا الحقونا. دكتور لو سمحتي بس جريد 11 دلوقتي متضرره جدا ما اتحلتش مشاكلهم سواء كان في الداخل او في الخارج. طب ايه مشكلتهم بقى دلوقتي في الخارج؟ المعالي الوزير قال مد القرار عدم تطبيق القرار لغايه 6 شهور لغايه شهر سبتمبر اللي جاي. طيب دلوقتي جريد 11 محاولات السات اللي جايه كلها هيجبرهم يمتحنوا اي اس تي. طب الطلاب دول ما مدربوش على الاي اس تي، ما درسوهوش وما درسوهوش. طب دلوقتي انت هتطبقوا عليهم ازاي؟ يعني كده رغم انه في فقره بتقول عدم تطبيق القرار بأثر رجعي. لا ما بأثر رجعي بالنسبه للي معاه سكور خلاص انت سكورك في امان.
يعني احنا مش هنقول لك هنلغي السات من مصر، يعني اللي جبته ما هو مش ده هيحتاج ان احنا نعمل معادله ما بين السات والاست في حاجه زي كده، هتتعمل ماتشنج ما بينهم. ما فيش مشكله. والوزير فعلا دي من القرارات اللي كنا طالبين، من المطالب اللي كنا طالبينها، وهو استجاب مشكور ليها، ان سمح بالماتشنج ما بين السكاشن، وسمح بالسوبر ماتشنج ما بين الانظمه الثانيه. يبقى احنا جريد 12 في الخارج يعني مشكلتهم اتحلت، جريد 12 في الداخل بيطالبوا ان هم ياخدوا السات، جريد 11 في الداخل عايزين يمدوا الداخل الفتره والخارج. في الداخل والخارج عايزين يمدوا الفتره، لان هم في وسط مرحله حاسمه بالنسبه لهم، ما درسوش بالظبط. وحضرتك بالنسبه لجريد 9؟ انا جريد 9 انا عايز الوضع يستمر كما هو عليه، مش عايزين يتوه الاولاد، لانه في الاخر انا عندي واحد جريد 9 سات، وعندي بنتي الصغيره في جريد 1 اي جي. يبقى المطلوب يا انا اعتمد الاي اس تي، يا يفضل الثلاث لكل الاجنبي عشان يبقى في مساواه، يا يفضل كلهم خيارات يتعلوا نسبه الخمسه، كل واحد يدخل اللي يناسبه. انا كولي امر انا عندي مشكله جدا كبيره جدا، ان هو دلوقتي اصبح في عدم تكافؤ وعدم مساواه بين طلاب الشهادات الاجنبيه. احنا كلنا في كوتا واحده 5%، فزي ما هتطبق على الامريكان طبق على الاي جي، طبق على الكنديين، يعلي مثلا نسبه ال 5% للامريكان شويه مثلا. لا مش يعلي، هو لو هيطلب يقول لنا على الاي اس تي يخلينا عشرات المرات ونسبتنا ثابته من 30 سنه. يا استاذه فاطمه، هو لو هي مصر على موضوع الاي سي تي خلاص يدخلنا مع مجموعه الثانويه العامه. يبقى احنا خلاص ملناش نسبه بقى، يبقى احنا هندخل ليه نسبه اللي خلاص عرض وطلب مع الثانويه العامه. هو دلوقتي ما يزنقناش في النص، في 2% اختبار مصري اللي هو الاي اس تي، يبقى انت معلنا النسبه بتاعتك خلاص. يبقى طب دخل ليه هتحطنا مع الاجنبي كمان؟ استاذ دكتور شيماء، انا دلوقتي جريد 10 معروف يعني كل اولادهم بيدرسوا دولي، ومعالي الوزير على يقين من كده، 10 11 12 دي مرحله متكامله مع بعضها، لا يمكن فصلها، دي ثانويه عامه. اظن كده يعني المطالب وضحت سياده الوزير، واحنا متعشمين في قيادات الوزاره وعلى راسهم معالي الوزير، يعني صوتنا يوصل، وكما اعتدنا منكم الاستجابه لكل ما فيه مصلحه للطلاب. طبعا حق الرد مكفول لوزاره التربيه والتعليم وعلى راسهم معالي الوزير دكتور طارق شوقي، اللي احنا دايما على ثقه ان هم بيعملوا دوما على خدمه طلابنا واولادنا وحل مشاكلهم. بشكرك استاذه فاطمه المتحدث الرسمي باسم طلاب الدبلومه الامريكيه، بشكر حضرتك استاذ محمد الجندي، ويا رب ان شاء الله يعني يكون في استجابه باذن الله. ان شاء الله. احنا كل بنطلب التكافؤ، الفرص والمساواه بين الطلبه. اعزائي المشاهدين، عندنا حلقة روحانية جميلة، انتظرونا بعد الفاصل.